كركوك مديرة دائرة الهجرة والمهاجرين في كركوك للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بملف النازحين وعمل الدائرة خلال الفترة المنصرمة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والمنح المالية على العوائل النازحة. كما بحث مجلس المحافظة خلال اجتماع الاعتيادي اليوم الإشكاليات الحاصلة في تداول فئة 250 دينار بعد ورود شكاوى من المواطنين بوجود حالات استغلال من قبل بعض مكاتب الصيرفة والتجار بعدم استلام هذه الفئة فضلا عن تهالكها. استضاف مجلس محافظة كركوك وخلال جدول أعماله في اجتماعه الدوري مدير دائرة الهجرة والمهجرين ومدراء مصرفي الرشيد والرافدين للوقوف على أولا مشاكل النازحين داخل المحافظة وكيفية إيجاد الحلول الآنية لهم من إحصاء أعدادهم ونقلهم إلى المخيمات ومعاونتهم بالغذاء وحصص النفط أيضا. رأينا بأن الحكومة الاتحادية بكافة وزاراتها يتباطؤون في وصول الدعم الإنساني والتمويل والسيولة أيضا لهذه المحافظة مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى، حتى الكرفانات التي أوعد به المحافظات العراقية وصل إلى كل محافظات الوسط والجنوب والشمال باستثناء محافظة كركوك، فلا ندري هل هذه هي سياسة جديدة مع هذه المحافظة أم عدم متابعة من قبل مجلس الوزراء للوزارات المعنية، مع العلم ان محافظة كركوك ثالث محافظة على العراق بعد دهوك واربيل في استقبال النازحين، مع ذلك عدم وصول التجهيزات الطبية والمواد الغذائية والمنح والسيولة وكذلك مادة النفط والوقود، ونحن على الشتاء دخلنا باب الشتاء، مع ذلك الوزارات غير جادة في اسعاف النازحين ووصول الكرفانات الى هذه المحافظة. بلغت عدد العوائل النازحة في محافظة كركوك 67 الف عائلة نازحة، واحتلت المرتبة الثالثة في استقبال العوائل النازحة بعد محافظة دهوك ومحافظة أربيل. وفي دورنا قمنا بتوزيع المنح المالية بقرابة 30 ألف عائلة لمنحة 1 مليون دينار وتقديم المساعدات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية أيضا، ولكن تم الوقوف على بعض المعوقات التي واجهت دائرة الهجرة والمهجرين، من ضمنها عدم تعاون المنظمات المحلية بالأخص مع دائرة الهجرة والمهجرين في تقديم المساعدات وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه العوائل. الآن تهيئت 1500 خيمة من قبل الأمم المتحدة، وأعتقد هذا عدد غير كافي. نعم هناك في النية إعداد 4 مخيمات أخرى، لكن تحتاج إلى وقت ونحن مقبلين على فصل الشتاء. المشكلة الثانية هي مشكلة الوقود، كيف يحصل على النفط، مادة النفط لفصل الشتاء، وكيف تستطيع الحكومة توفير هذه المادة؟ هل هي من حصة كركوك أم هي هناك حصة إضافية تعطى لكركوك من أجل تزويد النازحين؟ طبعا هذا يقع على عاتق الحكومة المركزية وعلى اللجنة المختصة. الفئة النقدية التالفة والمتداولة بين الناس ورواتب الموظفين والمتقاعدين نالت حصتها من الجلسة باستضافة المجلس لمدراء مصارف الرشيد والرافدين في كركوك وإيجاد الحلول لها. العملة التالفة في كركوك أيضا أرباك، لدينا إرباك وهي البنك المركزي والحكومة الاتحادية يتعامل مع محافظات الوسط والجنوب وحتى مع أقليم كردستان بضخ المبالغ الخشنة، بينما تراكمت العملات التالفة والعملات المستوى الأدنى 250 دينار وعدم استلام هذه المبالغ من محافظة كركوك وعدم ضخ المبالغ الجديدة إلى محافظة كركوك لكي تداول الاقتصاد يكون بين المواطنين بشكل أسهل، والآن السماسرة وبدأوا يتلاعبون بمقدرات الشعب كركوك والمواطن الكركوكي يعاني من عدم استلام هذه الفئة من فئة 250 دينار بطل. طبعا احنا مشكلتنا أبسط شيء نتهم الموظف البسيط، الموظف ما يقدر يتحرك إلا بلا أمر المدير، فالنقد أنا ما خليت مكان ما خابرت الرقابة، خابرت البنك المركزي، قالوا لي ما نقدر نوصل هالنقد إلى محافظة كركوك. قلت زين عيني شنو السبب البصرة توصل للكركوك ما توصل؟ قالوا ما نقدر علم الظروف أمنية. زين ما يخالف، قلت ما تقدرون توصلوها الأربيل أدنى منا قوة كركوك تروح تجيبها؟ معقول ما تقدر؟ احنا بالنسبة لنا هناك نسب مقررة من قبل الإدارة العامة ومن قبل البنك المركزي، هذه النسب من دا ناخذ المبالغ
من المواطنين بدنا ناخذها بنسب ونعطيها نصرفها بنسب ايضا. لكن مثل ما قلت قبل فتره انه بالفتره الاخيره نقص السيوله هو اللي ادى، واحنا متواصلين هسه ويا الجهات المعنيه في يعني بصدد حلول الموضوع باقرب وقت ممكن ان شاء الله. الحلول انه نقل الفئات التالفه الصغيره الى بغداد وتبديلها بطبعات جديدة. المشاكل المتراكمة التي تركتها الحكومات العراقية السابقة تركة ثقيلة على الحكومة العراقية الجديدة، والضحية ما بين هذه المشاكل وتلك هم المواطنون وموظفو الدولة فقط، فالوزارات المعنية في بغداد مطالبة بحلول سريعة. هالغورد حسن، فضائية كركوك. أعرب